قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس نصروا الحسين فيا لها من فتية عافوا الحياة وألبسوا من سندسي. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سادتي مشاهدينا حياكم الله مرة أخرى في صباح كربلاء في اليوم السادس لشهر محرم الحرام، وهو اليوم المخصوص بصحابة الإمام الحسين عليه السلام. حديثنا لهذا اليوم يتكلم عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وهم رجال الحقيقة أو رجال التضحية. أكيد حيكون وشرفنا في الاستوديو سماحة الخطيب الحسيني السيد محمد الياسر الباحث الإسلامي. حياكم الله سيدنا وصباحكم الله بالخير وعظم الله أجوركم. عظم الله أجورنا وأجوركم، بارك الله فيكم، حياكم الله، موفقين إن شاء الله. أنا عظم الله أجركم وإن شاء الله إحنا معكم في ركب الحسين عليه السلام إن شاء الله. الله يحفظ إن شاء الله بجاه أصحاب الإمام الحسين. عفوا، واحدة من الأشياء اللي مثيرة اللي نقلها التاريخ اللي تتعلق بقضية الإمام الحسين عليه السلام، وهي أنه خيرة ما كان موجود يمكن حول العالم هم أصحاب الحسين عليه السلام، هذه الثلة الطاهرة المباركة. فابتداء، كيف يمكن أن نقرأ سير هؤلاء؟ يعني كيف يمكن أن نصف هؤلاء ما سطروه من ملحمة في عاشوراء؟ حقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب أبي عبد الله الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل الذي تمر علينا ذكرى شهادة مولانا أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته الكرام. حقيقة، الحديث عن هؤلاء العظماء يبدأ ولا ينتهي، ولكن عينات إن صح التعبير أو لمحات أو مقتطفات من سيرة وشخصيات هؤلاء العظماء، هنالك مجموعة من المواصفات إن صح التعبير، ولكن نقول أهمها وأبرزها ما هي الصفات التي توفرت بحيث اختارتهم السماء واختارهم السبط الشهيد أبو عبد الله الحسين لهذا المشروع الإلهي الضخم على مر العصور. يعني هم مشاعل الهداية والنور والتضحية إلى آخره، يمتلكون صفات قلما تجد عند الآخرين موجودة أو متوفرة. أولى تلك الصفات هو الوعي والبصيرة، الوعي والبصيرة بحقائق الدين، ليس فقط بالدين، بحقائقه وبقياداته الحقة. من هو الأحق لقيادة الناس؟ يعني القيادة الإلهية الربانية على من يلتفون، إلى من يلجؤون، ولذلك بذلوا مهجهم مع الحسين. أكيد، لولا المعرفة، يعني العاطفة والولاية وحدها لا تكفي، لابد الإنسان عنده وعي وعنده إرادة، وهاي الصفة الثانية نستطيع أن نقول. الصفة الثانية هو الإرادة والجرأة. إذا إنسان نوبات يعرف بس ما عنده إرادة أو جرأة يتخذ القرار الحق، كون قرارك مو مخالف للحق لا سمح الله، كون قرار في الوقت المناسب، القرار الصائب في الوقت المناسب، بس هذا يحتاج إلى جرأة إضافة إلى الرؤية. يعني البصيرة رؤية ثاقبة بعيدة المدى. زين يا أبا، هاي الرؤية شنو تحتاج حتى الإنسان يكون مستطيع أو قادر على أن يبذل نفسه أو ما أشبه، يتخلى عن كل ممتلكاته من أهل، وطن، عشيرة، أولاد، علاقاته، كل واحد عنده ارتباطات وعنده أعمال، صح؟ فكيف تخلوا؟ عندهم هذه الرؤية الثاقبة إضافة إلى الإرادة والجرأة في اتخاذ الموقف أو القرار الحق الصائب عفوا في الوقت المناسب.
طبعا وهناك صفات أخرى أهمها هو الحب لله عز وجل، لأن حينما تراجع سيرة هؤلاء العظماء رضوان الله تعالى عليهم، يعني كانوا من العباد من الزهاد، يعني أساسا هم غير متعلقين بالدنيا، يعني سابقا قبل وصولهم إلى الحسين هم أساسا يعني مبرمج نفسه، شايف تعبير سيدنا. يمكن أكو يعني يمكن أكو توفيقات بالحياة أحيانا، نقول يعني اختيار القرار، اتخاذ القرار. نعم. أحيانا أكو توفيقات ممكن أنه يساعد الإنسان في أن يختار أو يسلك المسلك الصحيح. فما أدري أنه لعله أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يعني توفقوا، فلذلك إحنا نريد نأخذ قبس من هذا التوفيق. يعني كيف ممكن اليوم إحنا بلغتنا البسيطة كيف ممكن أن نحصد التوفيق حتى نستطيع أنه نعيش في الحياة حقيقة كريمة. أحسنتم، الإرادة الصلبة إن صح التعبير الممزوجة المطعمة بالرجولة، هو الثبات على الموقف، وهذا حقيقة ما نجده في القرآن حينما يتحدث إلينا الرب تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقول من المؤمنين شنو؟ رجال. هسه هاي المن شنو؟ تبعيضي. يقول مو كل المؤمنين، صحيح عندنا مؤمنين وطيبين، بس في اتخاذ يعني في الظروف الصعبة يحتاج لها رجال. شايف؟ فيقول من المؤمنين شبيهم رجال، شوف صفة الرجولة وبعد الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالرب تبارك وتعالى السماء حينما تجد هذه الثلة فيها هاي المواصفات هم مؤهلين، يعني السماء ما تختار أيا كان. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وصفهم بالوفاء، قال إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى. أصحاب خير يدعون إلى الخير. أحسنت. إذن سيدنا عفوا اسمح لي أنه قاطعك، النجاة في الصدق طبعا هنا ليس صدق القول. نعم. يعني احنا فقط نريد نوضح الى مثل مثلا نعم. مو فقط الصدق القول، لا، لكن هو التوافق ما بين الاقوال والافعال. يعني أحسنت. هو يحمل رساله يؤمن بمعتقد معين، بس من توصل الى الظروف تصير على المحك بتعبيرنا الدارج قد يتخلى، قد يضعف، قد يتردد، قد يتوانى. اما هذا الذي يثبت هو هذا الرجل. لذا قال في بعض القصص القرآن المجيد يعني يقول وجاء من أقصى المدينة رجل، شنو الصفة مالته؟ اسمه، عنوانه، ما ذكر، ذكر الصفة الرجولية البطولية. قال وجاء من أقصى المدينة شنو؟ رجل. لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآية عند رؤوس أصحابه لما هووا شهداء يعني ضمخوا بدمائهم الشريفة رضوان الله تعالى عليهم، كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من المؤمنين رجال. فكان يقرأ هذه، يعني يقول ذولا هاي الثلة الطيبة الطاهرة انطبقت عليهم هذه الآية الكريمة تماما، وهو إمام معصوم. أحسنتم سيدنا، طبعا الحديث كثير وللمآثر الخاصة بأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وأكثرهم هم أصحاب رسول الله وأصحاب أبيه أبا الحسنين الإمام علي عليه السلام، ولكن يجب أن يكون هؤلاء القصص وهؤلاء الرجال المضحين، الرجال مثل ما ذكرتم الصادقين بالقول والفعل، أن تكون لنا وقفة عند قصصهم، عند تضحيتهم، عند علمهم، عند اجتهادهم، عند حبهم، عند طاعتهم لإمام زمانهم، لأجل أن نكون قريبين من تلك الطاعة لإمام زماننا. شكرا لك سيدنا سيد محمد ياسر الخطيب الحسيني، إن شاء الله تكون هذه الوقفة في ميزان حسناتكم مشاهدينا الكرام، وياكم إلى ختام فقرتنا في الحديث عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء محرم، وهذه الأجواء الإيمانية الروحانية الحزينة اللي نعيشها وتنقلها لكم
قناة صوت الحسين عليه السلام وكلمته وفعله والرسالة التي من أجلها ضحى لأجل أن يستقيم دين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نشاهد وياكم هذا الفاصل اللي يعددون إن زملائنا في كادر البرنامج.